بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وراء كل شخص شخص آخر يشبهه شكلين ويختلف روحيا، ويجبر بالعبور من محطات متعددة المهام، إلا أنه شحن بالسلبية من المحطة السوداء واحتقر ذاته وقام بلومها دون التغيير، وسقط في دائرة لا للاهتمام. وما ذنب ذاتك إذا الحياة هي من أهدتك؟ هذا لون عقلك لا يفرق بين الواقع والخيال، والعقل هو محور التأثير. كلما سمحت للحزن التأثير عليها اطرده. نعم، أنت المسؤول عنك لا الآخرين. كن صاحب فكر إيجابي ينسج بريقا عذبا من التفاؤل، يرسم بسمة، يغرس ثمرة يانعة. كن إضاءة لذاتك، مؤمنا بقدراتك، تستطيع الوصول إلى المحطات الأخرى، تحل بروح الفوز. وتخيل لحظة وصولك، ثم حقق هدفك مهما كلفك ذلك المستحيل. واخفض صوت المشكك داخلك بلغة الإيجابية قائلا: أنا أستطيع بإذن الله. واطلب المساعدة إن شئت، لا تخجل. كن ذاك المؤمن القوي صاحب فكرة إيجابية. وحي يعانق كل نفس طامحة، يرقى بها نحو النجوم السابحة. فيض من الإلهام يسكن باعثا، وحي التميز للنفوس الناجحة. وحي يعانق كل نفس طامحة، يرقى بها نحو النجوم السابحة. فيض من الإلهام يسكن باعثا، وحي التميز للنفوس الناجحة. في كل نفس أودع الله العبر، حتما تتوق تسير تتبع الأثر. في كل نفس أودع الله العبر، حتما تتوق تسير تتبع الأثر. تسعى إلى عيش جميل مفعم، بالحب يأوي كل قلب قد كسر. وحي يعانق كل نفس طامحة، يرقى بها نحو النجوم السابحة. فيض من الإلهام يسكن
باعثان وحي التميز للنفوس الناجحة. يصحو الورى متفائلا في عينه يبدو الكفاح مبجلا، همس به يصحو الورى متفائلا في عينه يبدو الكفاح مبجلا، بالوحي والإيمان نسلك دربنا لن ننثني كلا ولن نستعجلا. وحي يعانق كل نفس طامحة يرقى بها نحو النجوم السابحة، فيض من الإلهام يسكن باعثان وحي التميز للنفوس الناجحة. اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا جبار. اللهم كن مع جنودنا المرابطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم وآراءهم، اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين.